حاب نقول لهم اولا انه رئيس الجمهوريه ما يعملش زيارات داخليه بروتوكوليه، كلها زيارات عمليه وفيها برنامج ومعنى ومغازي. ثانيا كل ات قريب، وكان قال رئيس الجمهوريه انه باش يزور اغلب ولايات الجمهوريه اذا مش الكلهم. ونعرفوا انه الحكومه قاعده تقدم، وسيدي بوزيد اخذت نصيب مهم، ولكن للاسف الشديد الاجراءات الاداريه قاعده تعطل وعطلت في السابق، معناها صرف الاموال في المشاريع، ولكن منذ حكومه السيد الحبيب السيد والان مع حكومه سيوسف الشاهد الامور قاعده تقدم، وصلنا لحوالي 50%. ان شاء الله بقانون الطوارئ الاقتصادي ينجم يسهل معناها التقدم، سرعه التقدم، ويلزم الناس كل نعاونوا بعضنا ونقفوا لتونس باش تتصرف الاموال وتظهر التغييرات للعيان في الجهات هذه. سيدي بوزيد حوالي 1330 مليار اللي تصبوا منذ 5 سنوات، ومعناها اكثر من 40% فقط تم تنفيذ. اكثر شويه من معناها حوالي 700 مليار مازالوا ما تصرفوش، اللي كيف يتصرفوا يغيروا، معناها مش الدولة اللي مقصرة، مش الدولة اللي ما حطتش الاعتمادات، ولكن للأسف الشديد هذه المنظومة القانونية اللي بشوية بشوية. وهذاك علاش كما قلنا رئيس الحكومة كان عمل تغير الاسم متاعه، ولكن حط قانون الطوارئ الاقتصادية، لأنه فما برشا إجراءات إدارية تعملت وتراكمت اللي خلات الإنجاز متاع المشاريع يبطأ وياخذ وقت، وإحنا نتفهموا أنه المواطنين معناها يحكموا على اللي رواه واللي يعيشوا فيه. فكيفاش فقالت يا كيفاش هي متاع طرقت البابا، فلما كلمتني فقالت يا إسماعيل صبرا، فقلت يا إسماعيل صبري. ونعرفوا أنه اليوم الأهالينا في سيدي بوزيد وفي عديد المناطق في القصرين وفي غيرها عيل صبرا، ولكن احنا الحاجه اللي نقولوها لهم انه اليوم فما وعي سياسي وفما اراده سياسيه قويه من اعلى مستويات انه يتم الدفع بصرف الاموال وانجاز المشاريع باش تتغير الواقع، يتغير الواقع نتاع ناسنا ومالينا في الجهات هذه.